أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان لي مال عند شخص وأنا أعلم أن ماله كله حرام، فكيف أستوفي حقي منه؟ هذا مشكل. إذا كنت تعرف أن كل ماله حرام فكيف تتعامل معه وأنت تعرف أن ماله حرام؟ أنت المخطئ في هذا، أنت الذي أخطأت، فلا يجوز أنك تأخذ من ماله وهو حرام. نعم.